الخارجية الأمريكي. أستاذ سمير عمر سكاي نيوز عربية. سمير عمر سكاي نيوز عربية. سؤال لمعالي وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي. دكتور بدر، حضرتك أجريت بالأمس اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية اللبناني بتكليف حسب بيان الخارجية من رئيس الجمهورية لإعلان مساندة لبنان. البعض يصف ما حدث في لبنان بالأمس بأنه يشبه إلى حد كبير اجتياح بيروت، ومن ثم أنتم عرفتم عن تضامنكم. هل ما حدث بالأمس واستمرار إسرائيل في إجراءاتها قد يدفع مصر إلى إعادة النظر في علاقاتها بها أو في دورها فيما يتعلق بالمسار التفاوضي؟ الأمر بالنسبة للوزير بلينكين، ألا ترى أن إسرائيل بتوسيع عملياتها وعملياتها الأخيرة في لبنان وغيرها في الضفة الغربية والقدس تبدو غير مكترثة بنداءاتكم لعدم توسيع نطاق المواجهات والعمل على وقف إطلاق النار؟ هل أنت تشعر ب يعني الإحباط أو عدم الاهتمام من جانب بنيامين نتنياهو كإدارة أمريكية؟ شكرا جزيلا. طبعا موقف مصر واضح ومعروف، نحن ضد أي سياسات أحادية تنال من استقرار ووحدة لبنان. بالتأكيد نحن نتضامن بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق. أدنى وندين أي استهداف للسيادة اللبنانية. بالتأكيد أي تحركات أحادية في اتجاه التصعيد هي مدانة ومرفوضة تماما من جانبنا ولا تشجع على تحقيق الاستقرار. بالتأكيد مثل هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يقود إلى ما طالما حذرنا منه، وهو الولوج إلى حرب إقليمية شاملة لن تبقي على شيء في هذه المنطقة. مصر كطرف إقليمي رئيسي والولايات المتحدة طبعا كقوة كبرى عالمية معنيتان بطبيعة الحال بالعمل على منع التصعيد ورفض مثل هذه السياسات الأحادية حتى نستطيع أن نركز على الهدف الأهم وألا نشتت الانتباه عن هذا الهدف الأهم، وهو بالتأكيد سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. نحن على ثقة وعلى قناعة هنا في مصر بأن مربط الفرس، بأن المشكلة الحقيقية لب الصراع في هذه المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذا تم وقف هذا العدوان وتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتأكيد هذا سيؤدي إلى خفض شديد للتصعيد في المنطقة ويمنع الدخول في حرب إقليمية، ولن يعطي الذرائع ولا المبررات لأي طرف من خارج الدول أو أي فاعلين من خارج الدول أن يستغل معاناة الشعب الفلسطيني في التصعيد. الكلام واضح والهدف واضح، لابد أن نركز على وقف العدوان، على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، هو صمام الأمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. So with regard to Lebanon. يتعلق بلبنان، فإن الولايات المتحدة لم تعرف ولم تكن متورطة في هذه الأحداث، لا نزال بصدد جمع المعلومات والحقائق. ولكن نحن واضحين وكنا واضحين بشأن أهمية قيام جميع الشركاء بتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد هذا الصراع الذي نحاول حله في غزة. من الواضح أنه ليس في مصلحة أي أحد مثل هذا التصعيد، لهذا من الضروري أن تمتنع كل الأطراف عن أي إجراءات من شأنها أن تصعد هذا العنف. كما أشار الوزير، نحن نريد أن نتوصل إلى إطلاق النار وتحسين وحتى تخفيف حدة هذا الوضع في وهو في إسرائيل وفي جنوب لبنان، ونريد أن نسمح للناس مئات الآلاف من النازحين في لبنان وأيضا في جنوب لبنان أن يعودوا إلى منازلهم، وهذا ما نحاول أن نحققه وهو أفضل مسار إلى الأمام. إذن مرة أخرى من الضرورية أن نتخذ كل خطوات تحول دون تصعيد الوضع.
short, actually, for once. I'm sure you'll be happy about that. In your meetings today, did you submit any new ideas to bridge the remaining gaps to get to that elusive ceasefire in Gaza? فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وكذلك هذه هي المرة العاشرة أو هذه هي رحلة العاشرة لمصر منذ 7 أكتوبر. لماذا كل هذه الزيارات وماذا عن نتائج هذه الجهود وما هي النية؟ وفيما يتعلق بهذه الملاحظة، هل تقبلون أي حضور لإسرائيل في المحور أم لا؟ شكرا ليون. أولا فيما يتعلق بالسفر إلى هنا، هذه الرحلة تركز على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر. هذا ما نحن عازمون على القيام به، وأنا بتوجيها من الرئيس قمت بإطلاق هذا الحوار، ويسرني طبعا أن أقوم بذلك. طبعا يأتي في وقت نعمل فيه عن كثب على تحقيق والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. إذن دخلنا في حوار مفصل مع الرئيس السيسي، مع زملائنا من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، ونعمل بصورة مباشرة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأين وصلت هذه الجهود والطريق إلى الأمام. ما يمكن أن أقوله لك هو كما يلي وكما قلتها من قبل: لقد حققنا إنجازات، تقدم كبير في الشهر والنصف الماضيين، وهنالك 18 فقرة ينص عليها الاتفاق، ولكن النقاط المتبقية يجب حلها. لقد طرحنا مع المصريين والقطريين بعض الأفكار لحلها، ولكن في نهاية المطاف حل هذه القضايا هو لا يتعلق بالمحتوى بل يتعلق بالإرادة السياسية. وبالنسبة لكلا الطرفين من المهم لهما أن يظهروا ويبينوا مثل هذه الإرادة السياسية لكي يتوصلوا إلى هذا الاتفاق. بالنسبة لإسرائيل في هذه اللحظة، في الأسبوع الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات المتواجدة في رفح قد تم حلها، وأن حماس ليست في وضع يسمح لها بتكرار الهجمات الفظيعة التي جرت في 7 أكتوبر، ووقف إطلاق النار سوف يعيد الرهائن، وكما ذكرت سوف يفتح آفاقا جديدة لحل قضايا أخرى تنص على كثير من التوتر، بما في ذلك الحل في جنوب لبنان مع حزب الله والبحر الأحمر وجميع النقاط الأخرى. وهذا يعطي أيضا فرص للتحرك في اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتعزيز أمن ومكانة إسرائيل في المنطقة وفي المستقبل. وبالنسبة لحماس، لا يمكنها أن تستمر في احتجاز الرهائن، ولكن أيضا احتجاز كامل شعب غزة كرهينة. والتوصل إلى وقف لإطلاق النار سوف يحل ويخلق بيئة مختلفة تماما لشعب غزة، وسوف ينهي الصراع في المرحلة الابتدائية، وبعد ذلك بإمكاننا أن تدوم هذه المرحلة وأن نقوم بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب، ومن الواضح أيضا تحسين حياة الناس الذين تدعي حماس أنها تمثلهم. إذن أهم شيء في هذه اللحظة هو إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى هذه الاتفاقية، وهذا ما ناقشنا. ناقشنا أيضا
ببعض التفصيل ما هي الإجراءات اللازمة والضرورية إذا ما تم التوصل إلى هذه الاتفاقية حول اليوم الآخر. ماذا سوف يحصل فيما يتعلق بحوكمة غزة والأمن وإعادة الإعمار؟ وفي هذه اللحظة ستكون مصر شريكاً مهماً، وقد عقدنا محادثات مثمرة في هذا الخصوص. الوزير الأمريكي، بطبيعة الحال مصر ستستمر في كل جهد مخلص تقوم به بالتعاون مع الأصدقاء في الولايات المتحدة ومع الأشقاء في دولة قطر. لن نتوقف عن هذا الجهد الجاد والمخلص من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي. أتفق تماماً مع ما ذكره الوزير بلينكن بأن المشكلة هي غياب الإرادة السياسية لدى طرف بعينه، وهو واضح تماماً حينما نصل إلى نقطة الحقيقة للتوصل إلى اتفاق يتم اختلاق الزرائع والمزاعم، مما يشتت الانتباه عن نقطة الحقيقة وهي التوصل إلى اتفاق يقضي لوقف إطلاق النار. فهي هذه هي المشكلة الحقيقية. فيما يتعلق بسؤالك حول ممر فيلادلفيا، موقفنا واضح وصريح وكررناه أكثر من مرة، وهي أن مصر لن تقبل أي تغيير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر، خاصة فيما يتعلق بقواعد عمل وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الرفض الكامل لأي وجود عسكري على الجانب الآخر من المعبر وعلى الممر المشار إليه. وهذا موقف مصري واضح ولن نحيد عنه. شكرا. بسنت مصطفى، وكالة أنباء الشرق الأوسط. سؤالي للوزير بدر عبد العاطي. سيادة الوزير، ناقشتم اليوم خلال اجتماعاتكم الوضع في غزة، إلى أين وصلت بالتحديد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة منذ ما يقرب من عام في القطاع؟ شكرا. كما تعلمين والكل يعلم، الجهود متواصلة وهناك اتصالات مكثفة. مرة أخرى، المشكلة كما ذكر الوزير الأمريكي ليست في المضمون، المشكلة في غياب الجدية والإرادة السياسية للتوصل لهذا الاتفاق الهام. فلا يمكن أن نرهن المستقبل الاستقرار في منطقة حيوية مثل هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، كرهينة لغياب الإرادة السياسية لدى طرف ما. فبالتالي سنواصل هذه الجهود، وأيضا نتحدث مع أصدقائنا في الولايات المتحدة للاستمرار في ممارسة التأثير والضغط والاستمرار في هذا الإطار حتى نستطيع أن نتوصل إلى هذا الاتفاق، والذي بطبيعة الحال سيكون هام جدا حتى نتحدث عن ترتيبات ما يسمى باليوم التالي، حتى نتحدث عن الاستقرار في هذه المنطقة، حتى نتحدث عن الأفق السياسي، حتى نتحدث عن الظروف الضرورية لبناء الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، حتى نتحدث عن ضخ كميات هائلة من المساعدات. من غير المقبول السماح باستخدام سياسة التجويع كأداة للعقاب الجماعي. هذا يحدث في القرن 21 تحت مرأى ومسمع من العالم. هذا غير مقبول ولا يتعين أن يستمر. سنتواصل وسنستمر في جهودنا المخلصة مع الولايات المتحدة ومع الأشقاء في قطر حتى نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة، وبما يضمن الاستقرار والرفاهية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. كايلي أتود، CNN. CNN. Okay, first to our Egyptian host. شكرا.
أوجه سؤالي لمعالي الوزير عبد العاطي، هل ترى أن حماس لا تزال ملتزمة بمحادثات وقف إطلاق النار؟ وإذا ما كانت الإجابة نعم، كيف عرفت ذلك؟ هذا هو السؤال لمعاليك. والسؤال لكما، ماذا عن مئات أجهزة بيجرز التي كانت بحوزة تابعين لحزب الله في الساعات الماضية، وكيف نتحدث عن تصعيد في الموقف؟ ولكن ماذا عن هذه الهجمة على وجه التحديد، وماذا عن تبعاتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ والسؤال لمعالي الوزير بلينكن، وأعتذر عن الإطالة، كم إلى أي مدى تتوقع أن الهجمة التي استهدفت حزب الله قد يكون لها تأثيرا على العملية في ضوء وجود تواصلات مع نتنياهو، وفي ضوء مقتل 9 أشخاص وإصابة المئات؟ وماذا عن القضايا التي لا زلنا بحاجة إلى تسويتها فيما يتعلق بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن وقف لإطلاق النار؟ فهمنا في بواكير هذا الشهر أن الولايات المتحدة سوف تفرض اتفاقية لإحلال التسوية، ولم نشهد هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة. إذن ماذا عن المقترحات الجديدة على الطاولة في السياق نفسه؟ شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالسؤال الأول، طبعا مصر تتعامل مع حماس كفصيل وطني فلسطيني، ومن اتصالاتنا المستمرة والدورية مع حماس هم يؤكدون بما لا يدع مجال للشك التزامهم الكامل بالاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27 مايو الماضي، وأيضا بالتعديلات التي وردت في ورقة 2 يوليو الماضي. هناك التزام من جانبهم بما تم التوصل إليه من تفاهمات في هاتين الورقتين في 27 مايو وفي 2 يوليو، وهذا هو ما يتم نقله لنا بأنهم ملتزمون تماما بما سبق التوصل إليه من تفاهم في هاتين الورقتين. بالنسبة لما حدث بالأمس في لبنان، بطبيعة الحال أي تصعيد بما في ذلك ما حدث بالأمس هو بالتأكيد يعرقل ويضع حجرات عثرة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى. بالتأكيد هذا ما حدث لا يعرقل فقط المباحثات الجارية، ولكن أيضا يحمل نذر الدخول في حرب شاملة. كما ذكرت، هناك احتمال لوقوع أي خطأ من هنا أو هناك قد يؤدي إلى الولوج إلى حرب شاملة في المنطقة، وهذا أمر خطير للغاية. لذلك أهمية وقف التصعيد، أهمية التوقف عن أي سياسات أحادية، أهمية التوقف عن سياسة الاغتيالات، كل هذه السياسات مدانة ومرفوضة في آن واحد. نحن لا نزال بصدد جمع المعلومات والحقائق. لا يمكنني أن أقول لك في هذه اللحظة ما هو أثر مثل هذه العملية. لا يمكنني أن أتحدث عن حزب الله، ومن الضروري أن نفهم بالضبط ما جرى قبل أن نقوم بتفوه بأي كلمات، ونحن بصدد ذلك. إحدى الأشياء المهمة، إذا كانت هذه الكلمة صحيحة، فيما يتعلق بهذا الجهد الحثيث من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر على للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإحدى الأمور الرئيسية هي أنها عملية معقدة، وحتى الاتصالات معقدة لأسباب واضحة. ومرة أخرى رأينا أنه في الوقت المتبقي قد تكون هنالك واقعة أو أي شيء يعقد من هذه العملية، ويهدد أيضا أن يبطئها أو يوقفها أو حتى أن يحيدها عن سبيلها.
وأي شيء من هذه الطبيعة لن يكون جيدا فيما يتعلق بتحقيق النتائج المرجوة وهي وقف لإطلاق النار. قبل عدة أسابيع كنا قد عقدنا جلسة مثمرة للغاية حول محاولة إطفاء اللمسات الأخيرة على بعض القضايا الرئيسية التي تتعامل مع إطلاق سراح السجناء والرهائن والجدول الزمني وما إلى ذلك، وكانت مناقشات جيدة جدا من خلال الوسطاء والشركاء. وبعد ذلك بعد 48 ساعة قامت حماس بإعدام 6 رهائن بما في ذلك مواطن أمريكي، لذا كان لذلك بالطبع أثر على التقدم الذي حققناه. ولكن أعود إلى ما قلناه وهو أن هنالك قضايا مهمة يجب حلها، ونتطلع قمنا بطرح أفكار مختلفة حول كيفية حلها، ولكن العنصر الرئيسي هنا لحل هذه القضايا العالقة هو الإرادة السياسية. هذا ما نتطلع إلى أن نجده، وهو ضروري جدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. قمنا بطرح أفكارنا على الطاولة، ومرة أخرى هنالك عملية متبادلة ونحصل فيها على الإجابات، وفي بعض الأحيان لا نحصل على أي استجابة. وأعتقد كما أشار صديقي بدر، كما نرى الوضع، ما هو ناقص في هذه اللحظة لإتمام هذه الصفقة هو الإرادة السياسية. وإذا كانت هذه الإرادة حاضرة فبإمكاننا أن نحقق هذه ونتوصل إلى هذه الاتفاقية، وسوف يفيد ذلك الكثير وجميع من هو ضالع هنا بما في ذلك الرهائن، وأن يحصل الشعب في غزة على تخفيف للمعاناة التي يحتاجها، وتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في غزة ولكن في كامل المنطقة. إذن أعتقد أن المصالح واضحة، والسؤال الآن هو الحصول على الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن تسمح لكي يسمح لنا بالمضي إلى الأمام. شكراً.